دلوقتي تعالوا نتابع ما الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، وبيستقبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المهنئين بالعيد. ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة. هيلتقي تشيلسي مع ويست هام في الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي برايتون مع أستون فيلا، وفي 6:30 مساء هيلتقي ليفربول مع توتنهام. لعشاء الدوري المصري ايضا موعدهم النهارده مع مباراتين مهمين في اطار الجوله 21 من عمر المسابقه. هيلتقي سموحه مع الزمالك في تمام الساعه 7، في نفس التوقيت هيلتقي البنك الاهلي مع انتي.